ورجعنالكم من جديد مشاهدينا. ايش تعرفوا عن مرض الفتق او الفتاق؟ دائما نسمع عن هذا الموضوع او عن هذا المرض او هذه الحاله اللي بتصيب ناس كثير، ونسمع معلومات ما احنا عارفين صحتها اذا هي صحيحه ام خاطئه، وممكن هذا المرض كمان يصيب الاطفال. فطبعا اليوم احنا فقرتنا هذه حيكون تصحيح لمعلومات كثيره واضافه معلومات كثيره لم نكن نعرفها عن هذا المرض مع دكتور طارق جابر اللي هو استشاري الجراحه العامه وجراحه المناظير والسمنه. يا هلا فيك دكتور طارق، نورتنا بدايه. مساء الخير. بدايه دكتور، ممكن يعني اليوم نعيد تعريف اللي هو الفتق او الفتاق بطريقه مبسطه بحيث انه كل اللي بيسمعونا حاليا يعرفوا ايش هو الموضوع؟ الفتاق هو خروج أنسجة الجسم من مكانها الطبيعي إلى مكان آخر عن طريق ضعف أو خلل في الجدار الذي يحفظ هذه الأنسجة. الفتاق اللي احنا بنتكلم عليه هو الفتاق الذي يحدث في جدار البطن، لأنه ممكن الفتاق يحدث داخل البطن أو في الحجاب الحاجز أو أماكن أخرى، هذا مش الموضوع اللي احنا نتكلم فيه. الفتاق اللي نتكلم عليه هو الفتاق اللي بيحدث في جدار البطن، المريض أو الطبيب ممكن يشوفه خارجيا يلاحظ أنه في انتفاخ أو في تورم في منطقة معينة، بيزداد في الكحة، بيزداد في الضغط، فيعرف المريض أنه في مشكلة صارت فبيلجأ في الأنسجة. بالضبط. طيب دكتور، إيش هو أسباب بداية إيش أنواع الفتاق وإيش أسبابه، وهل هو يحصل يعني نفس الحالات للصغار والكبار ولا فقط الكبار أو فقط الصغار؟ الفتاق الخاص بجدار البطن أنواع مختلفة، أكثرها شيوعا اللي ما يسمى بالفتق الإربي، وهو الفتق اللي بيحدث في أعلى الفخذ في التقاء البطن مع الفخذ. الفتق ممكن يحدث في أماكن أخرى في جدار البطن، في منطقة السرة، ممكن يحدث مكان عملية جراحية سابقة، أو يحدث في أي مكان آخر بدرجات أقل. ممكن يحدث في الكبار، ممكن يحدث في الصغار، ممكن يحدث مع الولادة، مع حديثين الولادة. في المراحل الأولى من الحياة في الأطفال بتكون غالبا المشكلة خلقية، يعني الطفل بينولد عنده خلل في الجدار وبيكون الفتق موجود سواء في السرة أو في منطقة الإرب اللي هي أعلى الفخذ. لما بيكبر الإنسان بتتكاثر العوامل، ممكن يكون فتق موجود من الصغر ويبدأ في الظهور على مرحلة أخرى، أو أنه بيتكون مع مرور الوقت نتيجة ضعف في العضلات، طبيعة جسم الإنسان أو طبيعة النشاط. بعض الأشياء زي الكحة المزمنة أو الإمساك المزمن ممكن تؤدي إلى ارتفاع ضغط البطن، وهذا مع الوقت يؤدي إلى حدوث الفتاق. اوكي، طب دكتور اليوم احنا على طاولتنا بنتكلم عن الفتق او الفتاق، هل هذا بنتكلم على مشكله كيف يقولها، جديه، مشكله مهمه جدا ولها مضاعفات، ولا لها حل؟ اغلب الحالات لها حل، وكل شيء ان شاء الله له حل، بس حتى المشكله الصغيره اهمالها او عدم التعامل معها بطريقه سليمه بيحولها الى مشكله كبيره. مضاعفات الفتق من الأشياء الناس والأدكاترة حتى بيأخذوها مرات ببساطة. الغالبية العظمى بتكون فعلا أشياء يعني سهل علاجها ودكتور جيد ممكن أنه يعالجها. بعض الأنواع بتكون معقدة أو مرتجعة، يعني مريض سوى عملية ورجعت له مرة واثنين وثلاثة، خلاص لم تعد مشكلة سهلة بعد كده، صارت مشكلة تحتاج إلى خبرات معينة، تحتاج إلى تعامل بطريقة أخرى. فالكلمة الفتق أو الفتاق يعني كلمة واحدة لكن تحمل أبعاد كثيرة، تتراوح ما بين شيء جدا سهل إلى شيء جدا معقد. أوكي، إيش اللي هو السهل وإيش هو المعقد؟ السهل أنه فتق بسيط يحدث لأول مرة، يعالج في توقيت مناسب. كيف يعالج دكتور؟ إذا نقدر نتطرق لهذا الموضوع، من حيث هل نضطر نسوي عملية فيه لكل حالات الفتاق أو الفتق، ولا هل في طريقة أخرى غير العمليات ممكن هل تكون طبية اللي هي من ناحية أدوية معينة أو جلسات معينة أو تتاخذ فيها منظار؟ نعم، الفتق مرض جراحي وعلاجه جراحيا، يعني المشكلة جراحية بالأصح، ما في طريقة أخرى لعلاج الفتق غير الجراحة. الآن سواء بالمنظار أو بالطريقة التقليدية، هذه يعني طرق لعلاج الفتق جراحيا، لكن يبقى في الأخير أنها مشكلة جراحية. حسب الحالة
وحسب خبرة الطبيب يقرر إيش الأنسب لها. حلو. طب بس دكتور، ليش في حالات بعد العمليات، أنت دوبك ذكر أنه في عمليات مرة تظهر ثم مرة أول مرة بعدين تستمر في الظهور، إيش حل حالات زي كذا؟ يعني ولماذا تتكرر في الظهور؟ أوكي. إحصائيا أي عملية جراحية كبيرة في جدار البطن، يعني من كل 10 أشخاص واحد منهم أو مرات 2 حيسووا فتق. ليش بيصير الفتق بعد عملية في البطن؟ أسباب كثيرة، بعضها خاص بالمريض، يعني السمنة الزايدة بتزيد احتمال الفتق، طبعا التهابات الجروح بتزيد احتمال الفتق، بعض الأمراض زي السكر والضعف المناعة ممكن تزيد، وبعضها تقنية، يعني لأي خلل في إصلاح العملية بسبب اختيار معين للخيوط أو بطريقة إغلاق الجرح ممكن أيضا تزيد نسبة حدوث الفتق. طب كم يستلزم الشخص بعد عملية، أنت بتقول بعد ظهور عمليات أو بعد العمليات بتتم الظهور، يعني أحيانا اللي هي الفتق أو الفتق، كم الواحد يحتاج عشان يلتئم الجرح عشان يضمن أنه هو ما رح إن شاء الله ما رح يظهر له هذا الموضوع؟ لا أعتقد التئام الجرح شيء وإمكانية حدوث الفتق شيء. التئام الجرح طبعا الجرح الخارجي يمكن 2 أسبوع يكون الأمور كلها ممتازة. الالتئام الكامل على مستوى أدق وأصغر على مستوى الخلايا يمكن يأخذ له بين 9 شهور لسنة، لكن نسبة تكون الفتق ممكن تستمر مع الإنسان إلى تقريبا 10 سنوات، يعني حتى لو الأمور كويسة وما في شيء باين إلى 10 سنوات ممكن يكتشف. قد يكون هو يعني الأساس لي كان موجود لكن ما يبدو أو ما يظهر للعيان غير بعد 10 5 6 سنوات. معلومة جدا رائعة. بس دكتور، أمس عرفنا أن أنت كنت مترأس اللي هو مؤتمر الأول اللي ناقش أحدث الطرق للعلاج من الفتاق، فإيش رأيك نطلع أكثر إيش كانت أحداث هذا المؤتمر، إيش المواضيع اللي كانت في هذا المؤتمر، إيش العلاجات اللي ممكن طلعت في هذا المؤتمر؟ أنا أول شيء أنا نظمت المؤتمر وأدرته، ترأس المؤتمر أستاذي الدكتور البروفيسور عبد الله طحيان. هذا كان أول اجتماع للجراحين في المملكة وفي المنطقة الغربية تحديدا لمناقشة إيش ممكن المجتمع الطبي والجراحين يقدموا أو كيف ممكن نحسن مستوى جراحة الفتق والأداء. كان مؤتمر ناجح، جانا عدد كبير من الجراحين الخبراء في جراحة الفتق من المملكة كلها حقيقة. ناقشنا بعض الاقتراحات لتحسين الجودة ولتوحيد المعايير. حلو. منها تأسيس جمعية لجراحة الفتق على مستوى المملكة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات. زي ما قلت لك الآن من شوية تكلمنا أنه حتى الفتق ممكن ما يظهر في أول شهر في أول سنة، يحتاج إلى فترة طويلة وتحتاج إلى قاعدة جيدة بحيث تعرفي مين المريض اللي بيرجع له، فين راح، ايش حتسوي عشان تتجنبي في المستقبل اللي غلطات وتقدر تقنني ادائك. طب دكتور، السؤال الاخير هو فقط للناس اللي بتابعونا حاليا وكان عندهم شاكين في انه لا سمح الله يكون عندهم فتق او فتاق، لمين الطبيب اللي يرجعوا له المفروض لو شكوا في هذه الحاله؟ طبيب جراح ولا طبيب باطنيه ولا من هو الطبيب المخول؟ يعني نهاية الأمر المشكلة هذه مشكلة جراحية اللي حيشوفها طبيب جراح. إذا كان المريض عنده إمكانية أن يروح طبيب جراح جيد، إذا الطبيب لي طبيب عائلة أو طبيب عام حيشوفه هو حيحول طبيب جراح في الأخير. دكتور طارق جابر استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة، شكرا لك على هذه المعلومات الأكثر من رائعة ويعطيك ألف عافية. عفوا، شكرا جزيلا. مشاهدينا خلونا نطلع لفاصل قصير بعد هذه الفقرة ونرجع بعدها نكمل بقية فقراتنا لهذا اليوم، فخليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، دراسة تحذر من الإضاءة عند النوم وتأثيرها بشكل سلبي على الصحة، والمختصين في سيدتي للتوضيح.